صحة حديث المرأة لآخر أزواجها لا يثبت. المرأة لآخر أزواجها لا يصح. المرأة لأحسنهما خلقا لا يصح. لا هذا ولا ذاك، لأن واحدة من الأخوات زوجها مات وهي صغيرة السن 23 سنة وزوجها مات، تقول لن أتزوج أبدا، لماذا يا بني لا تتزوجي؟ قالت لكي أكون مع زوجي. من أدراك أنك ستدخل الجنة؟ ومن أدراك أنك ستكون مع الزوج؟ ومن أدراك أن إذا كنت حتى أنت صالحة وهو صالح؟ الأمر موكول لله ليس لك.